نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. عودة الهدوء إلى مدينة حافوز بعد اشتباكات شهدتها ليلة البارحة. الشح المائي محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. ووزارة التجارة تدعو مهني صنع الحلويات إلى التبليغ عن تجاوزات مزوديهم بالمواد الأولية. وفي تفاصيل النشرة، عاد الهدوء صباح اليوم السبت إلى معتمدية حافوز بعد أن شهدت ليلة البارحة حالة من الاحتقان وعمليات كر وفر بين عدد من المحتجين وقوات الأمن. وتأتي هذه الأحداث على خلفية وفاة ابن الجهة اللاعب نزار العساوي. وللي شرف، فقد استوني فات صباح اليوم السبت الدروس بالمؤسسات التربوية بعد إيقافها يوم أمس، وفتحت المحلات التجارية أبوابها وعادت إلى سالف نشاطها وفق ما أفاد به مراسل حياة فان بالجهة عبد الحميد السلمي. وثانيا، شكلت مسألة الشح المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لإثاره على مختلف القطاعات محور لقاء الذي جمع مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي. وتناول اللقاء حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية إمكانية أحداث ديوان لإحياء الأراضي الصحراوية، حيث نجحت العديد من الدول في تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء. وحسب نفس المصدر، فإن تونس لا ينقصها إلا وضع تصورات جديدة في هذا المجال، كما يمكنها بناء محطات كبيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن هذا الأمر ممكن بل صار ضروريا، مشيرا إلى أن الحل لا يقتصر فقط على الفلاحة، بل يمكن أيضا مد أنبوب من خليج جابس إلى قفصة لغسل الفوسفات تتفرع منه عديد الأنابيب الأخرى نحو الصحراء والمناطق التي تشكو من ندرة المياه. وتناول اللقاء أيضا ضرورة استرجاع أراضي الدولة التي تعتبر منكن للمجموعة الوطنية والتصدي دون هوادة لكل الإخلالات ومظاهر الفساد التي انتشرت في هذا القطاع الحيوي. وذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد بما تسخر به تونس من ثروات وخيرات، مبينا أن الفلاحة لم تحظى بالأهمية التي تستحقها وأنه آن الأوان لوضع سياسات واضحة حتى تبقى كل ربوع تونس خضراء. في موضوع آخر، دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في جميع مهني وحرفي قطاع صنع الحلويات والمرطبات والخبز إلى التبليغ الرسمي على تجاوزات مزوديهم بالمواد الأولية والاتصال بالإدارات المركزية والجهوية التابعة لها لتقديم إفاداتهم وشكاياتهم ومختلف المعطيات التفصيلية الضرورية لمباشرة الأبحاث في هذا المجال. وأضافت وزارة التجارة في بلاغ لها صباح اليوم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الاستعدادات والمجهودات لتأمين شفافية المعاملات والأسعار بالتزامن مع قرب أو اقتراب حلول عيد الفطر، وتفاعل مع المعطيات المتداولة حول تذمر المهنيين في قطاعات صنع الحلويات والمرطبات والخبز من تعمد مزوديهم الترفيع غير القانونية في أسعار المواد الأولية المؤطرة والقيام بممارسات احتكارية عند تزويدهم بها على غرار السكر والفرينة الرفيعة والسميدة. وذكرت وزارة التجارة أن مصالحها الرقابية ستتولى تتبع هذه التجاوزات وتفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد الضالعين فيها وضد كل من تسول له نفسه استغلال هذه المناسبة الاستهلاكية لتحقيق أرباح غير مشروعة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وخاصة المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية شهر رمضان عن حجز 195 طنا من المواد الغذائية وأكثر من 10,000 لتر من الحليب الطازج والمتخمر والعصائر والمشروبات الغازية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها أن عمليات المراقبة تتنزل في إطار البرنامج الخصوصي الهادف إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان من خلال تأمين مراقبة المنتجات الغذائية خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم وبمواقع الانتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية. من أخبار العالم، يشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متداولة ومتبادلة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وقال شهود عيان أن مواجهات ودوي انفجارات وأطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع أطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عودة الهدوء إلى مدينة حفوز بعد اشتباكات شهدتها ليلة البارحة. الشح المائي محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. ووزارة التجارة تدعو مهني صنع الحلويات إلى التبليغ عن تجاوزات مزوديهم بالمواد الأولية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.